احنا دلوقتي عندنا كمان خبر تاني. الخبر التاني ده الحقيقة وزارة القوى العاملة المصرية أعلنت حصيلة يعني الحاجات المهمة اللي عملتها في الفترة اللي فاتت، وحاجات الحقيقة كلها يعني تستحق الإشادة، تستحق الكلام عنها، لكن يمكن أبرزها اللي لفت نظرنا وحبينا نحط عليه النهاردة نوع من أنواع التركيز، هو أنه السيد وزير القوى العاملة المصري الوزير محمد سعفان مع وزير العمل والتأهيل الليبي عملوا منظومة للربط الإلكتروني بين البلدين، والمنظومة دي وظيفتها تسهيل وتنقل العمالة بين البلدين، وانه عبر الوسيلة دي تم توفير 5908 فرصة عمل في 21 محافظة من خلال نشرة التشغيل الدولية، وانه يعني المنظومة دي ساعدت في صرف مستحقات لأسر متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة وغيره. وبالتالي احنا عندنا دلوقتي توجه الحقيقة من اسبوعين ثلاثة كمان كان في ربط الكتروني بين وزارة القوى العاملة المصرية وبين القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي احنا بنتكلم دلوقتي على سعي من الدولة المصرية لتأمين حالة العمالة المصرية في دول مهمة بالنسبة لنا، وليبيا كانت دولة رئيسية فيما يتعلق بالعمالة المصرية قبل ما جرى فيها من أحداث من 2011، وستعود ليبيا على الأرجح لتكون محطة رئيسية لانتقال العمالة المصرية. طيب